في رحلتنا في البلود بايوكيمستري والهيموجلوبين والهيم سينسز، ولما نشوف دلوقتي الميتابوليك باثويز اللي بتؤدي الى تركيب الهيم، اكتر حاجه ممكن تتضح لك هو عظمه ربنا سبحانه وتعالى في التركيبات البايوكيميكال المختلفه اللي موجوده في جسمنا. و مهما إن حاولت تفسرها بصدف أو إن في حاجة غير طبيعية حصلت أدت إلى التركيب اللي عليه مثلا الهيم دلوقتي أو بقية المركبات المختلفة، فصعب جدا جدا according to اللي احنا هنشوفه بعد شوية. الهيم ميتابوليزم الليكشر بتاعت النهاردة، أنا عايز أول حاجة نركز عليها هي الجون، اللقطة اللي في الآخر، اللقطة اللي فيها الاير اللي هو المفروض اصلا يعني ده الجوكر بتاعنا، الجوكر بتاع الهيموجلوبين اللي هو بيمسك في الاكسجين اللي هو في الاخر هو المسؤول عن الوظيفة بتاعته كويس، عشان يبقى فيه اكسي هيموجلوبين ويروح للخلايا او يبقى فيه كربوكسي هيموجلوبين ويرجع من الخلايا يروح لللونج تو بي واشد اوت كويس. جميل جدا. اللقطة دي بتقول ايه؟ اللقطة دي بتقول ان انا عندي organic structure. الorganic structure ده اربعة بيرول رينجز، والاربعة بيرول رينج جه في السنتر بتاعهم والايرن مسك في الفورم بتاع الفيروس، جاهز ان هو يحصل له مور اوكسيديشن ويمسك في اكسجين ويقوم بالوظيفة بتاعت الهيموجلوبين اللي هي نقل الاكسجين للبريفرال سيلز. تمام، دي اللقطه الاخيره. بنسمي الحلقه دي، وركز في التركيب بتاع الحلقه، هتلاقي فيها نيتروجين. كم نيتروجين؟ 1 2 3 4. وهتلاقي فيها زي ما في 4 نيتروجين في 4 بيرول رينج، ادي رينج وادي التركيبات بتاعتها، 1 2 3 4 كربون وزيهم في 2 و3 و4 كويس، والنيتروجين في المنتصف بتطل على الايرن اللي هيجي يمسك بشكل متساوي مع الفور نيتروجين اتومز. تمام، وعشان الورده دي تقفل، يعني هي كانت خط في الاول زي ما نشوف بعد شويه، لازم يبقى في بريدج ما بين الحلقات وبعضها. البريدج دي عن طريق كربونة بنسميها ميثينيل بريدج، ميثايل حاجة كده سي مع اتشات ومسكت برابطة ثنائية من جنب بي بيرول، وان اوف ذا بيرول رينجز. تمام، بنسمي القصة دي ايه؟ بنسمي القصة دي بروتو بورفرين. القصة دي بروتو بورفرين، ويجي هنا بعدها رقم، هذا الرقم اسمه 9 او رقم 9 كويس. فيسألك سؤال، ليه 9؟ يعني ليه مثلا مش 8؟ ليه مش 7؟ يقول لك ما هو في 9 وفي 8 وفي 7 وفي 2، ولكن 9 ده هو الفورم من البروتو بورفرين اللي بيمسك او اللي بيدخل في تركيب الهيموجلوبين. الفورم اللي فيه عندنا 4 ميثايل جروب، 1 2 3 4 اللي هو CH3. الفورم اللي فيه عندنا 2 فينايلز اللي هو C2 كربون. الفورم اللي فيه كمان 2 بروبيو نايل، ولهذا سمينا البروتو بورفرين اللي فيها 4 نيتروجين بيطلوا من 4 بيرول رينج ممسوكين في بعض بميثينيل بريدجز. لما كان في 4 ميثال جروب طالعين منهم عن طريق بروتروجنز، و2 فينايلز طالعين منهم عن طريق بروتروجنز، و2 بروبيو نايلز، سمينا القصة دي بروتو بورفرين 9. فاضل ايه؟ فاضل الايرن يجي في النص. الايرن طبعا انت عارف اللي هو اسمه اللي هو فيروس، مش كده؟ يعني لما يجي مثلا واحد يقول لك انا عملت تحليل فيروتين، وزي ما هنشوف ان شاء الله في الليكشر اللي جاي، تحليل فيروتين مستودع الحديد كويس، اللي هو بروتين فيروس او فيرو بروتين كومبلكس. تمام، يعني ان في حديد وفي بروتين ماسك في الحديد ده وعمل له ستورج، فانا عملت مخزون الحديد، يبقى الحديد فيرو كويس. لما يجي يقول لك الذره تحولت من الفيروس الى الفيريك ستيت، يبقى الفيرو دي
الابريفيشن ده او السيلابل ده معناه ايه؟ معناه اللي هو حاجه ريليفنت تو الايرن. والايرن طبعا زي ما انت عارف في الفيروستات داي فالنت عشان يقدر يمسك في الاكسجين، والهيموجلوبين يقوم بالوظيفه بتاعته. قبل ما اعدي هتلاحظ حاجه، هتلاحظ ان الهيم هو ميكس ما بين حاجتين. فاكر انت في الانزيم زمان، يعني شوف برضو ما هو يعني الهيموجلوبين ده حاجه غريبه جدا، يعني ممكن تفصصه زي ما انت عايز، جلوبين ويدخلك في الحته بتاع تركيب البروتين والبوليبيبتايد تشينز والالفا والبيتا وقصه كبيره جدا في البروتين، والهيم يدخلك في قصه الانزيمز وهل ده مثلا ميتالو انزيم عشان فيه اير، ولا هو في بروستيك جروب يعني في حاجه اورجانيك ماسكه، ولا هو ايه بالظبط، والبايندنج الاكسجين بايندنج كيرف زي ما احنا شفنا في الليكشر اللي قبل كده بتوضح قد ايه الفانكشن بتاعت الهيموجلوبين زيها بالظبط وكانه انزيم. ادي انزيم يبقى بروتين وادي انزيم، ويدخلك بقى في قصه الاكسجين ترانسفير ويدخلك في الميتابوليك باثوي. سبحان الله قصه كبيره جدا، الهيموجلوبين ده عالم لوحده. كويس، فتعال نشوف هنا. لو انا جيت قلت لك هذا الهيموجلوبين والجروب ديت اللي هتعمل الفانكشن بتاعته، هل هي يعني ميتال عشان فيها ايرن بس، ولا هي اورجانيك عشان فيها كربون وفيها نيتروجين؟ كويس، يقول لك هو مزيج ما بين الاثنين، هو اورجانيك وفيها ايرن، بس عشان الاورجانيك غالب عليها فبنسمي الهيم بروستيك جروب زي ما شفنا في الليكشر اللي قبل كده، بروستيك جروب لوكيتد ان ديبلي هيدروفوبيك بوكيت، صح كده؟ يبقى بالظبط زي ما اتفقنا، يبقى دي حاجه بروستيك جروب. وعشان كده لما يجي يقول لك سؤال انيوميريت هيم بروتين هيم كونتيننج بروتين او هيمو بروتين، كويس كده، هيمو بروتين او هيم كونتيننج بروتين، يقول لك انيوميريت، قول لي البروتينز اللي موجوده في الجسم. طبعا انت هتفتكرها ازاي؟ ببساطه شديده هتبدا تفكر هي ايه هي البروتينز اللي ممكن تقوم بوظيفه عن طريق الكترونات، نقل الكترونات مثلا، كويس، او عن طريق ان هي تمتص الكترون، او زي ما انت يعني اول حاجه هتيجي في بالك هيمو بروتين اكيد هيموجلوبين، مش هتنساها دي، واخوه مايجلوبين. يبقى انت اول حاجه هتقول ايه؟ هيموجلوبين ومايوجلوبين. والهيموجلوبين زي ما اتفقنا ده موجود في ريد بلاد سيلز، والمايوجلوبين زي ما اتفقنا موجود في المصل وبيعمل اكسجين ستورج. ادي ايه اول حاجه، ولازم تركز على قصه اللي ايه ريفرسبلي بايند، عشان بايند عشان هو يسيب الاكسجين ويمسك في CO2، او لما يمسك الاكسجين في اللانجز ويروح للبريفرال تيشوز يعمل انلودنج لحموله الاكسجين دي للسيلز تستخدمها في الميتابوليزم بتاعها. كويس، طب دي اول حاجه هتيجي في بالنا. تاني حاجه لا علاقه بالالكترون، لا اما يمتص الكترون او يقوم بنقل الكترون. طب يمتص الكترون، هو الالكترون ده ليه هيمتصه؟ لانه الكترون خطير جدا، لان زي ما هنشوف ان شاء الله في المحاضرات الجايه في الواد بلاد سيل ميتابوليزم، او حتى لما هديك نبذه كده عن الايرن اوفرلود، ازاي ان الايرن ده مضر جدا وحاجه توكسيك، يقول لك ان في مصطلح اسمه الفري راديكال. والفري راديكال دي انا بشبهها بسباق التتابع، بمعنى ايه؟ عارف انت اللي هو يبقى خمسه في تيم مثلا بيجروا، كل واحد يجري 200 متر وبيبقى معاه كده عصايه، صح؟ بيديها للايه؟ للمتسابق اللي بعده. واول ما يجري عمال يجري رايح المتسابق الثاني اللي بعده، عمال باصص له كده ومستنيه ومادد ايده، مش كده ولا ايه؟ وأول ما يمسك العصاية ينطلق بسرعة كبيرة جدا ناحية اللي بعده ناحية اللي بعده، لغاية ما آخر واحد يجري رايح لمين؟ اللي هو خط الفينش لاين. كويس، برضو نفس القصة، إن الإلكترون فيها فري راديكالز، بمعنى إن في إلكترون حر غير مستقر، فتقوم في يعني ذرة واخداه. كويس، وبعد كده في هذه الذره المستقره لما تاخد الالكترون تتحول هي الاخرى الى ذره غير مستقره، فتقوم نقلاه للي بعدها، نقلاه للي بعدها، نقلاه للي بعدها.
تخيل انت هذا الشيء بيحدث في الممبرين، بيحصل ممبرين ايرثكويك اللي هو خلاص الممبرين مش على بعضه، الالكترونات عماله تتحرك وبقى في انرجي في الالكترون وانرجي في الممبرين ككل، والممبرين غير مستقر، والذره ممكن يحصل ممبرين دامج والذره والسيل يحصل فيها ممبرين دامج والسيل اتفرقع وما بقاش موجود كويس. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا انزيمز تعمل ادزورب لهذا الالكترون الحر زي البيروكسيديز وزي الكاتاليز، فتحول الفري راديكالز الى مش حاجه مش فري راديكال، الى ذره ستيبل اتوم وستيبل كومباوند كويس. هتعمل القصه دي ازاي؟ عن طريق حاجه ممكن تمسك في الالكترونز. مين اللي يمسك في الالكترون في الهيم؟ الايرون طبعا، ولازم يبقى في الايه، في يعني في الفورم بتاعه فيروس كويس. بعد كده ممكن لما يبقى في تشين ادي كومبلكس في ايرون في النص، وادي كومبلكس في ايرون في النص، وادي كومبلكس في ايرون في النص، وادي لما يبقوا مع بعض كده او جنب بعض ممكن يحصل ايه؟ ممكن تحصل عمليه الكترون ترانسفير كويس، زي في القصه بتاعت الاي تي سي كويس، الكترون ترانسبورت تشين اللي بتحصل في الميتوكوندريا اللي هي بعد كريبس سايكل تمام. دول جنب بعض، فالكونديشنز بتاعتهم تسمح ان في مركب جنبه ينقل له الكترون، فيبقى كده الكومبلكس او الهيم تحول من ان هو بس بيعمل ابزوربمنت للالكترون الى انه بيساهم في عمليه الالكترون ترانسفير كويس كده، او الالكترون فلو زي ما انت شايف. اول ما يمسك في الالكترون يبقى كده عمليه ريدكشن، يسيب الالكترون اوكسيديشن، ريدكشن اوكسيديشن، اوكسيدو ريدكشن رياكشنز تقوم على مسار هذه المركبات مع بعضها. زي مين؟ زي السيتوكرومز تمام، ودي عيله A وB وC، وزي حاجه موجوده في الهيباتوسايتس والليفر، ودي اكيد انتوا خدتوها في الفارما بالتفصيل. السيتوكروم بي 450 مسؤول يعني عن الميتابوليزم والفارماكوكاينيتكس او الفارماكوكاينيتك ميتابوليزم بتاع موست دراجز اللي موجوده، يعني عيله برضو كبيره، يعني عيله جوه عيله كويس، كبيره جدا ولها فاريشنز كتيره جدا ولها تطبيقات عظيمه جدا 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 تمام. يبقى هيم كونتيننج بروتينز هيموجلوبين مايجلوبين يعمل ادزوربمنت، يبقى بيروكسيديز وكاتاليز ينقل سيتوكرومز في الليفر، سيتوكروم ب 450، وخلي بالك من الحته دي لان هنحتاجها بعد شويه. الهيم بايوسنسز، السؤال هنا هو الهيم ده بيتكون فين؟ او ايه المركبات اللي هو بيتكون فيها؟ زي ما انت لسه قايل عندنا هيموجلوبين وعندنا مايوجلوبين وعندنا سيتوكروم ب 450 وعندنا بيروكسيديز وعندنا كاتاليز كويس. يقول لك طب الموست فين بيحصل؟ فين؟ يقول لك بيحصل في البون مارو عشان يطلع لنا في الاخر ايه؟ الريد بلاد سيل وجواها الهيموجلوبين، مش كده ولا ايه؟ بس خلي بالك، خلي بالي من ايه؟ الرياكشنز اللي انت هتقولها بعد شويه في الهيم بايوسنسز هتحتاج الميتوكوندريا. والسؤال هنا، هل الريد بلاد سيلز فيها ميتوكوندريا؟ ديفينتلي نو. يبقى اذا لما اجي اقول لك الهيم بايوسنسز بيحصل في الريد بلاد سيلز ولا بيحصل في الاريثرويد كولونيز والاريثروبلاستس والبريكورسرز بتاعت الريد بلاد سيلز؟ اكيد بيحصل في الاريثروبلاست وبيحصل في الاريثرويد كولونيز وكل ما هو قبل الريتيكولوسايت وريد بلاد سيل. الريتيكولوسايت دي قبل الريد بلاد سيل تمام، كل ما هو قبل لما الماتيور فورمز من الريد بلاد سيلز تمام. يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. النقطه برضو المهمه ان نسبتهم 80 ل 85% يعني موست الهيم اللي بي تو بي سينثسايز رايح فين؟ رايح للتركيب الهيموجلوبين كويس، وبعدهم السيتوكروم ب 450 في الهيباتوسايتس بنسبه 15 ل 20%. يبقى لما يسالك الهيم بايوسينسيس فين؟ تقول له والله هو الهيم بيستخدم فين؟ اكتر حاجه هيموجلوبين، يبقى في الاريثرويد البومارو اريثرويد سيلز.
سيتوكروم ب 450 يبقى في الهيباتوسايتس. تمام، جميل جدا. طيب تعالى بقى نشوف الايه البايوسينسز بيتم ازاي. عشان اشرح لك البايوسينسز هشرحه لك بثلاث طرق. يعني انت شايف كده من اول نظرة كده هتحس ان في تعقيدات غريبة جدا في هذا، ولكن ان شاء الله يبقى بسيط. هنشرحه بثلاث طرق. اول طريقة هنشوف كده تغيرات الكربونز، ونستخدم كده يعني اللوجيك بتاعنا اللي احنا نقدر نمشي في الرياكشنز. طبعا هو السؤال، هل الرياكشنز دي ممكن تيجي في الامتحان؟ يعني الموست كومن والموست امبورتنت رياكشنز، كويس؟ ولكن عشان انت تفهم الرياكشنز رايحه فين وجايه منين وتقدر تجاوب، لازم تبقى فاهم الايه الكاسكيت كلها، يعني كل التسلسلات، فاهم الباثوي من اوله لاخره. تمام، جميل جدا. اول طريقه نشرحها بالكربون نمبر ونستخدم بعض اللوجيك. وتاني طريقه هتلاقي مثلا في هنا بورفو بايلينوجي، يعني ايه يورو بورفرينوجي، يعني ايه كوبرو بورفرينوجي. هتلاقي فيه مصطلحات غريبه جدا، وهنتحول ان شاء الله الى حصه انجليزي وحصه يوناني في السلايد اللي بعد كده. تمام، طب دي تاني حاجه. تالت طريقه هنشرحه بقى على باثوي وفي كيميكال فورمولاز، بحيث يبقى الميتابوليك باثوي بتاع الهيم بايوسينسيس ده يعني يلزق في دماغك، ان شاء الله تبقى فاكر كل حاجه فيه. تعالى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده للكربون، ايه للكربون نمبر. تمام، دلوقتي فاكر لما قلت لك الجون بتاعنا ايه؟ لقطه الجون ان في ادي اربعه بيرول رينجز، تمام، وفي نيتروجين هنا كده، وفي نيتروجين هنا، وفي نيتروجين هنا، كويس، والايرن موجود في النص ماسك في الاربعه نيتروجين. هتحس ان هي على طريقه يعني اللي هو ايه، فتح يا ورده قفل يا ورده. وبالمناسبه هو ورده، هتلاقي برضو هنا كلمه بورفو، بورفو هنا بمعنى بيربل زي ما نشوف بعد شويه، بمعنى بيربل ورده برضو، يعني if you know you know. تمام، فادي الاربعه ايه، الاربعه بيرول رينج مسكوا في الايه في الايرن وقفلوا على بعضهم، قفلت الورده على بعضها، كويس، ما بينهم في الميثينيل بريدجز اللي هي بتمسك الايه اللي هم ايديهم، يعني عارف انت لو اقول لك فتها بيمسكوا في ايديهم بعض كده، بميثينيل ايه، ميثينيل بريدجز. تمام، حلو جدا، ده الهدف بتاعنا. والايرن في الايه في المنتصف، ده الهدف بتاعنا. يبقى احنا عايزين ايه عشان نعمل المركب ده؟ الوصفه بقى بتاعتنا، احنا عايزين نعمل خلطه وطبخه فيها اربعه نيتروجين. هنجيب النيتروجين منين؟ ايه هو السورس اوف نيتروجين اللي موجود في الجسم؟ بروتين، امينو اسيد. يبقى لازم نبدا بجلايسين، مش كده ولا ايه؟ مين الجلايسين؟ هو السمبلست امينو اسيد اللي كان التركيب بتاعه لو تفتكر يا دكتور كربونه في النص وفي سي او او اتش، وكان اتشات وهنا ان اتش 2 عشان يبقى اسمه امينو، وسي او اتش عشان يبقى اسمه اسيد، وهنا في اتش كمان. تمام، يبقى ده مصدر مين؟ مصدر النيتروجين، وهيساهم برضه بكربونات، بس هو موجود في الخلطه دي كاساسا لمصدر النيتروجين. جنبه مين؟ الساكسينايل كو اي، والساكسينايل كو اي للي يتذكر هو موجود في الكريب سايكل، وده كان عبارة عن أربعة كربون بالإضافة إلى السي أو إي. تمام، يبقى أنا عندي اتنين كربون، السي وكربون بتاعت السي أو إتش، وفيها طبعا نيتروجين، وعندي نيتروجيناية هنا كده، كويس، ومعايا أربعة كربون كمان وفي سي أو إي. السي أو إي هيطلع وفي كربونايه هتطلع في سي او 2، يبقى احنا كده عندنا كربونايه 1 زائد 4، يبقى الامينو ليفيولينيك اسيد في 5، في 5 كربونات. هتلاقي بعد شويه ان في 4 هيدخلوا في البيرول رينج، وفي واحده هتبقى الايد اللي هتمسك في البيرول رينج اللي جنبها. يبقى احنا ممكن نقول كده البيرول رينج اللي جنبها، يبقى احنا هنقول كده 5، يبقى 4 زائد 1، 4 حلقة وواحد إيدين الحلقة. طب وبعد كده؟ بعد كده الآلة هتمسك في كمان آلة، يبقى الدلتا أمينو ليفيولينيك أسيد،
اللي طلع عن طريق السكسينالكو اي مسك في الجلايسين هيمسك في كمان دلتا امينوليبيولونيك اسيد. جميل جدا. طيب التفاعل ده هنسميه ايه؟ هنسميه كوندنسيشن دي هيدريشن رياكشن. سيمبل اس سيمبل از ات از. انا دلوقتي عندي اتنين هيمسكوا في بعض. ده يعني بيزك كيمستري. في ميه هتطلع ويحصل كوندنسيشن ما بينهم، يبقى عندي اتنين اولا. كويس كده؟ هو ده البورفو بايلينوجين البي بي جي. هو ده البورفو بايلينوجين اللي هو البي بي جي. المصطلحات هفسر لك معنى الكلام بعد شويه، بس خلينا كده نبدا بالايه في البدايه دي. حلو جدا. طب وبعدين يقول لك ان كده اربعه مع اربعه وواحد مع واحد، يبقى كده عندنا كم كربونه؟ عشرة كربونه. كم نيتروجينايه؟ ادي كده كان الجلايسين اللي هو الامينوليفولينيك اسيد، ادي واحد وواحد، يبقى كده عندنا اتنين نيتروجين. حلو جدا. بص على التفاعل اللي بعده. البي بي جي مسك في تلاتة بي بي جي. التلاتة بي بي جي اللي هم كام؟ ستة. لا. ليه؟ لان كل بي بي جي جاي من اتنين امينوليفولينيك اسيد، يبقى بقى عندنا ست. يبقى ستة مع اتنين يبقى شوف انت بقى هيطلع لنا كام؟ يبقى يطلع لنا أربعة نيتروجين. كويس كده؟ أربعة في اتنين، يبقى أربعة في اتنين يبقى بتمانية نيتروجين. كويس؟ واضرب العشرة كربون بقت أربعين كربوناية. كويس؟ وبقى في مركب، يعني قبل المركب ده كمان إن الحلقة فيه خطية، يعني كأن تخيل كده لو انا قطعت من هنا وفردت المركب كده هيبقى عامل بالمنظر ده. واخد بالك؟ بالمنظر ده. قبل ما انا ايه؟ قبل ما انا اجمعهم مع بعض في ايه؟ في ورد. قبل ما انا الفهم كده مع بعض بحيث اللي هو ايه؟ يبقى عندي واحد اتنين تلاته اربعه. كويس؟ لا، هم الاربعه على صف ايه؟ على صف واحد. هو ده المركب اللي بنسميه يورو بيرفيرونوجين 1 اللي هو ان اكتيف. كويس؟ جميل. في الحته دي عشان عشان يقول لك ان هو يعني بص انت في الكربون نمبر، وعشان تفهم برضو ان الكربون نمبر مهم. هو كل حلقه فيها كم كربونايه؟ فاربعه وواحد نيتروجين. طب انت هنا لا، ده احنا بقى عندنا تمانية نيتروجين، يبقى احنا عايزين نقلل عدد النيتروجين دي الى ايه؟ الى اربعة. مش كده؟ التمانية نيتروجين دول افكرك طلعوا منين؟ طلعوا من واحد بورفو بايلينوجين اللي هي كانت اتنين مع تلاتة بورفو بايلينوجين اللي هو يعتبر ستة فيبقى كده عندي كام؟ يبقى كده عندي كل فيها واحد نيتروجين جاي من الجلايسين، يبقى عندنا ايه؟ يبقى عندنا تمانية. كويس؟ فانا هقلل التمانية دول لاربعة. الاربعة دول هم اللي هيبقوا في المنتصف بتاع الايه؟ التترا بيرول رينجز. تمام؟ يبقى لازم اربعة ان اتش 3 يطلعوا من الايه؟ يطلعوا من المركب. يبقى فهمت الاربعة ان اتش 3 دول طالعين منين؟ عشان اقلل النيتروجين للعدد، كل 1 بيرول رينج لها 1 نيتروجين اتوم. جميل. بعد كده اليورو بيرفيرونوجين اللي هو بيبقى خط واحد يتجمعوا مع بعض في صوره ايه؟ في صوره حلقه، ولكن حلقه بدون ايه؟ طبعا بدون الايرن، لسه الايرن ما جاش. جميل جدا. تمام. لغايه هنا المركب بقى حلقه. المركب بقى حلقه، وحتى تلاحظ ان هو اكتيفيتد، يعني بقى مستعد ان يحصل له رياكشنز هتساهم في تعديل المجموعات الجانبيه عشان في الاخر خالص تدينا الماتيور فورم اللي هنلزق فيه الايرن في اخر ستيب زي ما انت شفت قبل كده، اللي هو البروتو بورفرين 9 الى فيرو بروتو بورفرين 9. تمام؟ اللي هو الهيم الماتيور فورم اللي احنا قلنا الجون بتاعه. انا بقى دلوقتي بشرح الهجمه. كويس؟ تمام. تعالى بقى نشوف الخطوات اللي بعد الايه؟ اللي انا عملت الاكتيف فورم. اول مركب او اول
بالتايب اوف رياكشنز. بيحصل ديكربوكسيليشن، وتاني خطوه بيحصل كمان ديكربوكسي، واخر خطوه بيحصل اوكسيديشن. يبقى ديكربوكسيليشن اوكسيديشن. هنا بيبقى بيور اللي احنا نشيل كربون في عملية الديكربوكسيليشن الأولى، التانية بنشيل كربون ونحط أكسجين، التالتة بنعمل أكسيديشن بيور عن طريق ريموفال أوف إتش. جميل؟ طب هتقول لي إيه فايدة الأولى؟ إيه فايدة الستيب اللي هي الديكربوكسيليشن الأولى؟ أنا بحول بعض المركبات اللي هي الأسيدك اللي هي في السايد جروبس إلى جاست ميثايل، بحول اتنين كربون بشدهم يبقوا وان كربون، فعشان اغير الاتنين الى واحد في اربعة رينكس فبشيل اربعة سي او تو. حلو جدا. بعد كده دي كربوكسيليشن، فهشيل كربونات، ولكن عشان احط او عشان اشيل الكربونات دي لازم احط اكسجين في هذه الرياكشن. الخطوة التالتة هي بيور اوكسيديشن ميكانيزم. يعني انا مثلا عايز من الخطوة الاولى اشيل CO2، وعايز من الخطوة التانية اشيل CO2 واحط O2. الخطوة التالتة انا هعمل عملية اوكسيديشن بيور، يعني في اتشات بس هتطلع، مفيش قصة كربون خالص معايا. تمام؟ جميل جدا. يبقى انا كده خلاص حولت وظبطت السايد جروبس من خلال ديكربوكسيليشن، ومن خلال كمان عملية ديكربوكسيليشن، وظبطت الساتوريشن بتاع السايد جروبس وبعضها البعض. يعني لما انا اشيل اتشات، ما انا هحول الكربونة اللي كانت ماسكة في كربونة تانية بوان بوند، كويس، هخليها تبقى دبل بوند، لاني ادي مثلا كربونة ماسكة في اتش اهو، والكربونة دي ماسكة في 3 اتش. انا بديك مثال، كويس. لما انا اشيل اتش، يبقى الكربونه دي عشان تثبت اللي هو تبقى يعني تكافؤ رباعي برضو، تمسك في اربعه اتوم، بقت ماسكه في ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، فمش هتقدر تعمل حاجه الا انها تزود البوند ما بينها وبين الكربونه اللي جنبها الى رابطه ثنائي دبل بوند، كويس. فيبقى انا كده عملت ان ساتوريشن لهذه البوند، وبالتالي نفس البيرول رينج اللينك اللي ما بينها وبين البيرول رينج اللي بعدها، وهكذا وهكذا لغايه ما الاربعه ما بينهم يبقى في درجات من الايه الانساتوريشن بهذا المنظر. تمام؟ يبقى انا كده ظبطت اول حاجه، انا انشات الايه التترا بيرول رينج، والرياكشنز الاربعه اللي بعد كده غيرت في تركيبات السايد جروبس والساتوريشن، واخر رياكشن حطيت الايه؟ حطيت الايرون. كويس؟ السؤال هنا الرياكشنز دي بتحصل فين؟ اول ما بسالك السؤال ده انت بتفكر في حاجتين، لا اما السايت اوف ميتابوليك باثوي ككل، فتقول لي اه زي ما قلنا كده في الاريثرويد سيلز والهيباتوسايتس، او جوه السيل بقى، هل بتحصل في السيتوسول ولا بتحصل في الميتوكوندريا ولا بتحصل في الاثنين؟ كان في سكيما زمان يقول لك ايه؟ يقول لك والله اللي بيحصل في السيتوسول معظم التفاعلات البناءة. اولموست كل التفاعلات البناءة بتحصل في السيتوسول. فاتي اسيد سينسز، تفاعل بناء سينسز، يبقى في السيتوسول. كوليسترول او كوليسترول سينسز بيحصل في السيتوسول. التفاعلات اللي فيها اوكسيديشن واكسده واللي انا بطلع طاقه موستلي بتحصل في الميتوكوندريا. لما يجي يقول لك فاتي اسيد بيتا اوكسيديشن كريب سايكل، هتطلع لي طاقه، يبقى الحاجات دي بتحصل في الميتوكوندريا. وكان في ثلاث تفاعلات وثلاثة باث ويز بنقول عليهم ده اللي بين السيتوسول والميتوكوندريا، كنا بنحطهم في نيمونيك هج. الاتش كانت اختصار لهيم بايوسينسيس، واليو كانت يوريا سايكل، هناخدها ان شاء الله في البروتين كاتابوليزم
تمام؟ والجي جلوكونيوجينيسيس، انتاج الجلوكوز، جلوكونيوجينيسيس، تمام؟ يبقى لما يجي يسالك هو التفاعل بيحصل في السيتوسول والميتوكوندريا، اقول له والله يا بي الهيم بايوسينسيس ده كانت اول كان اول حرف من هج، فهيم بايوسينسيس بيحصل في الاثنين، في السيتوسول والميتوكوندريا. اول رياكشن بيحصل في الميتوكوندريا زي ما انت شايف، واخر ثلاثه رياكشن بيحصلوا في الميتوكوندريا. يبقى اول واحد واخر ثلاثه، واللي في النص بيبقوا في السيتوسول، يعني ده بيحصل في الميتوكوندريا وده بيحصل في الميتوكوندريا، والخطوه دي بتحصل في الميتوكوندريا. في ناس تقول لك بتحصل في السيتوسول، ولكن هو الناتج فين؟ في الميتوكوندريا. انا بحسبها من الميتوكوندريا، تمام؟ جميل جدا. يبقى اول رياكشن واخر ثلاثه رياكشن في الميتوكوندريا والباقي في السيتوسول. ده بالنسبة لي سؤال، هو الرياكشنز دي بتحصل فين؟ يبقى احنا كده قلنا الباثوي عن طريق عدد الكاربونز. تعال بقى نركز على الانزيمز، نشرحها بالانزيمز مع عدد الكاربون. اول مركب عشان يعمل الآلة اللي هو دلتا امينو ليبيولينيك اسيد، عمل عملية ايه؟ سينسز لمين؟ للآلة. فهنسمي الانزيم آلة سينسز، وده الموست امبورتنت انزيم زي ما انا شايف كده في نجمة، والمفروض انت شايف برضو تحت خالص كاتب لك الاي ريت ليميتنج، ريت ليميتنج ستيب، تمام؟ اتنين اي ال اي حصل كوندنسيشن دي هايدريشن رياكشن دي هايدريشن، فيقول لك نسمي الانزيم دي هايدريز. هو التسمية المور اكيوريت نسمي الانزيم دي هايدراتيز، كويس؟ دي الموست يعني ايه اكيوريت انسر بتاعتك في الحته دي لما يجي يقول لك الانزيم. ليه الهيدراتيز؟ يعني انت برضو ممكن هي موجوده في النوتس هيدريز برضو، الكتاب ده كاتبها كده، بس الحقيقه ان الموست كوركت هي دي هيدراتيز. ايه الفرق ما بينهم؟ دي هيدراتيز ده اخراج زي ما انت شايف كده H2O، ولكن الدي هيدريز بتبقى اخراج هيدروجين بس. يعني ممكن نستبدل دي هيدريز بدي هيدروجينيز اللي هو نشيل H، ولكن ايه اللي بيحصل اكشولي هنا؟ ان في H2O بتطلع، فنسمي هنا الانزيم الا ديهايدراتيز انزيم، تمام؟ جميل. هنا البروفوبيلينوجين البي بي جي تحول الى يوروبروفورينوجين، وحطينا كمان معاه حاجات ثلاثه بي بي جي، ده انشاء، يبقى يوروبروفورينوجين 1 سينسيز انزيم، دي ما فيهاش حاجه. الانكتيف واحد بقى ثلاثه، ففي يعتبر نوع من التحفيز، فكان في نوع من المعاونه، انشاء كوسينسيز ويورو بيرفورينوجين ثلاثه. والحته دي فيها يعني تحويره كده في الكيميكال باثوي هتبان اكتر، تمام؟ جميل. فاضل اليورو بيرفورينوجين ثلاثه بتتحول الى كوبرو بيرفورينوجين، عمليه ديكربوكسيليز او ديكربوكسيليشن، فيبقى الانزيم اسمه ايه؟ ديكربوكسيليز انزيم. بعد كده ديكربوكسيليشن وضع او2 يبقى اوكسيديز، هنسميه بالاكسده كوبرو بيرفورينوجين اوكسيديز. بعد كده البروتو بيرفورينوجين بيحصل له كمان اكسده عن طريق اللي احنا نشيل اتشات، فهيبقى اسمه بروتو بورفرين 9. في الاخر خالص الايرن يدخل جوه، وده انزيم اسمه ايه؟ فيرو كيلاتيز انزيم. كيليشن الاسم ده معناه ان انت بتلزق حاجه في حاجه او بتمتص حاجه، كانه كده الانزيم ده بيشد الايه؟ بيشد الايرن يدخله جوه التركيب بتاع الهيم، تمام؟ دي الايه انزيمز. وزي ما قلنا السؤال وات از ذا موست امبورتنت انزيم، وات از ذا ريت ليميتنج ستيب in this metabolic pathway، الاجابه هتبقى الالا سينسيز، اول خطوه، تمام؟ جميل جدا. تعال بقى نشوف المركب، اسامي المركبات، ونشرح كده الباثوي بطريقه اللي هو الترمينولوجيز، تمام؟ احنا كده شرحناه بالايه؟ بالكربون، وشفنا الانزيمز وبيحصل فين ومين الريت ليميتنج ستيب وكل الكلام. تعال بقى نشوف ايه اعرفك الاسامي دي معناها ايه، كويس؟ جميل. الدلتا امينو ليبيولينيك اسيد ده فيه اسيد عشان فيه سي او اتش من الجلايسين، تمام؟
وطبعا امينو عشان في امينو جروب من الجلايسين. والليبيولينيك دايما الاسم ده بيبقى على حسب عدد الايه، عدد الكربون. احنا عندنا هنا خمسة كربون، أربعة في رينج، أو يعني هتبقى رينج وفي واحدة إيه على جنب كده. كويس؟ جميل جدا. ماشي. تاني حاجة بورفو بايلينوجين يعني إيه؟ بورفو جاية من بورفوس. بورفوس معناها بربل. كويس؟ وهتستغرب لما أقول لك ان بوفوس المفروض تقول ايه، يعني معظم الاسامي يقول لك جاي من اللاتيني، اللاتيني بتاعها بوفوس. لا، هو جاي من يوناني الحقيقه. تمام. والحقيقه سالت يعني تشات جي بي تي، فقلت له ده معناه ان اليونانيين هم اللي اكتشفوا الهيم، يعني عشان كده اتسمت يوناني. قال لي لا يا بيه، ده هو الهيم ده اكتشف في القرن اللي فات، وكان العالم هانز فيشر وخد عليه نوبل بايز سنة 1930. فاليونانيين ما لهمش علاقة بالسينس، ولكن هي بوفوس كلمة كده. قلت له يعني معنى ذلك ان طب الكلمة اللاتيني لإيه لبوفوس الترجمة بتاعت؟ قال لي هي شبهها برضه. فأنا الحقيقة يعني ما فهمتش ليه هي يونانية من لاتينية، ولكن المقطع ده سواء يوناني أو لاتيني أو اللي هو قريب منه في اللاتيني، معناه إيه؟ معناه بيربل، اللي هو اللون الايه، البيربل بتاع اللي هيبقى في الاخر خالص، اللي هو لما الهيم بقى إيه؟ فاحنا كده كاننا بنبني، يعني كان دي الوحده البنائيه الاساسيه للمركب اللي هيبقى بيربل. فجين هنا كلمه جين برضو تو جينيريت. كويس كده، تو جينيريت جينيسيس. تمام. حتى اللي هي اغنيه بتاعت دولي اللي هو جينيسيس معنى ايه، تو جينيريت، او في البدايه خالص. تمام. أو حتى في الكتب اللي هي العهد القديم وما إلى ذلك، جينيسيس اللي هو الخلق، ذا كرييشن. كويس؟ جينيسيس. طب البايل دي اللي هو الديجريديشن بتاع الهيموجلوبين. إن شاء الله لما يجي يقول لك، أو لما تيجي اللي هو الموديول بتاع الجي أي تي هتاخد الحتة دي بالتفصيل أكتر، اللي هو البيلروبين. البيلروبين مركب البيلروبين. البيلروبين بايل جاي من البايل. كويس. البايل ده اللي هو الصبغه، اللون بتاع اللي هو المراره. المراره ايه؟ اللي هو الحاجه المخدره دي او المسفره دي. فده ايه؟ ده إيه؟ واحد من الصبغات اللي هي نتيجه البرودكت بتاع الايه؟ الهيموجلوبين. فبنسمي المركب ده بورفو بايلينوجين، وكانه هو المركب البدائي، الوحده الاساسيه لهذا المركب البنفسجي ان شاء الله. تمام. بورفو بايلينوجين. طب هنا كلمه يورو بورفورينوجين، برضه بورفورس. هنا بدانا برضه في الايه؟ في البنفسجي قوي بقى. تمام. وهنا تو جينيريت. طب اليورو هنبدا نعمل سايكليك فورميشن. شفت ازاي؟ يعني من اول هنا فعلا بدانا نعمل سايكليك فورميشن، بس هنا ان اكتف، لان كانت لسه في البدايه، كنا لسه بنضم الخط على بعض. طب وهنا اكتف، هنا خلاص بقت اللي هو الرسمه اللي احنا رسمناها قبل كده، وفي نيتروجين وفي ايرن في الايه في المنتصف وهكذا. فده ايه؟ يورو. وكان المركب اللي هيخلق البنفسجي، او اللي هو المركب اللي هيبقى لون بنفسجي، بقى بالشكل الحلقي. تمام. طب هنا كوبرو، ايه قصه كوبرو دي؟ قال لك كوبرو دي لها علاقه بالفيسز، لان من الحاجات اول ما شافوا الكوبرو بالفرنج ده كانوا شافوه في الفيسز. وهو الحقيقه لما هناخد مرض في الاخر خالص، هو مش عليكم بالتفصيل قوي، ولكن انتوا عليكم نبذه كده. البورفيريا، مرض البورفيريا، يقول لك ان من الانترميديتس اللي هي موجوده في الهيم بايوسنسز او الهيم بايوسنسيتيك ميتابوليك باث واي اللي ممكن تتقاس في الستول هو الكوبرو بيرفرنش. كويس. كوبرو بيرفرنش. وهتلاحظ ايه؟ وهتلاحظ اللي احنا في هذا الرياكشن حولنا المركب اللي هو أسيتك اللي كان فيه 2 كربون إلى 1 كربون ميثايل، عن طريق إيه؟ اللي احنا شلنا من كل رينج CO2، فيبقى عندنا 4، فشلنا 4 CO2، فالأسيتك تحول إلى ميثايل. فده الكوبرو بيرفورينجين. بروتو بيرفورينجين يعني إيه؟ بروتو. تمام. مش بروتا، دي حاجة تانية. كويس. عيل بروتا؟ لا مش كده. بروتو ده اللي هو ايه؟ البدائي، اللي هو البرايمري.
يعني خلاص البورفيرينوجين اللي هو 9 اللي هيبقى الماتيور فورم ده الشكل الاولي له اللي بدأ يتشكل، يبقى داخلين بقى في السكه الماتيور. ده معنى الايه؟ معنى المركب ده، كويس. وليه 9؟ لان في ارقام تانية، في بروتو بورفيرينوجين 5 وفي بروتو بورفيرينوجين مش عارف ايه. 9 ده اللي فيه بيبقى 4 ميثايل سايد جروبس او سايد اتومز، في 2 بروبيونيل وفي 2 فينيل او 2 فينايل او 2 بروبيونايل على حسب ما انت تنطق، كويس. زي ما قلنا ما شفنا في الاول خالص اللي هو في راجع انت الاستراكشر الاول هتلاقي الايه الكلام ده، تمام. 4 ميثايل 2 بروبيونايل و2 فينيل، ده اللي بنسميه اللي هو بورفورينوجين 9 او حتى بورفورين 9، تمام. حلو جدا. طب وبعدين البروتو بورفرين 9، وانت تبدا تسال، مش انا قلت لك بروتو دي معناها الشكل البدائي؟ طب ليه لما انا عملت لها اوكسيديشن وشلت هيدروجين زي ما قلنا عشان نعمل انساتوريشن للسايد جروبس او البريدجز فبقت بروتو بورفرين برضو بروتو برضو وكانها شكل اول؟ لا، هو قال لك هنا بقى يعني ليه احتفظنا بالتسميه؟ قال لك كان بنقول التسمية الأساسية والشكل المركب الأساسي حصل عليه تغيرات فبقى كذا، تمام. زي كده لما انت تروح ايه مثلا سباك، فانت القسطى احمد عنده محل سباكة، فانت بتلاقي اليافطة وبتستغرب، مش هتستغرب ولا لا، تلاقي مكتوب عليها القسطى احمد للأدوات الصحية. طب ايه اللي جاب الصحة للسباكه؟ تمام، ما تعرفش، بس هو احتفظ بالترم بتاع الصحيه. هل مثلا جاي من يعني ما اعرفش جاي من، هل مثلا عشان دي بتحافظ على صحه الانسان؟ بس هي ادوات بتاعت السباكه اسمها الادوات الصحيه، يبقى اكيد مره حصل مثلا ان هم قالوا دي بتحافظ على الصحه فخدوها حطوها وكملوا الترمينولوجيست بكده احتفاظا بالدايركت او الدايركشن بتاع هذه المنتجات انها بتحافظ على صحه البنات. فهنا نفس القصه، هو بروتو او البروتو، فاللي بعدها برضو يعني بنرجع للاسم الايه الاول. بعد كده فيرو بروتو بورفرين 9، البروتو بورفرين 9 اللي عليه السايد جروبس زي ما هي بتاعت 9 حطينا لها ايرون. فدي معنى الايه؟ معنى الـ الاسامي بتاعت المركبات اللي في نص الميتابوليك باثوي. خد عندك بقى هنا على الجنب ده باختصار جلايسين ساكسينالكوئيد دلتا امينولوبيلانيك اسيد، 2 بقى ايه؟ بورفوبيلينوجين، و2 في 2 بالظبط 4 بورفو بايلونيش هيدروكسي ميثايل بايلين. هو ده يا دكتور المركب اللي بقول لك عليه في تحويره في الحته دي، ده بيبقى اللينير استراكشر بتاع مين؟ بتاع البيرول رينجز. بعد كده بتبقى سايكليك في الحته دي، عشان كده كنا بنقول على ده ان اكتف، يعني ده كانه يورو بورفيرينوجين 1، الحته دي يورو بورفيرينوجين 1 وده يورو بورفيرينوجين 3 اللي هو السايكليك عادي. يورو بورفيرينوجين 3 لما بنشيل بقى الكربونات فبيبقى كوبرو بورفيرينوجين 3، كوبرو بورفيرينوجين 3 بديكربوكسيليشن مع اوكسيديشن بروتو بورفيرينوجين 3 9 بروتو بورفيرينوجين 9 اكسده بروتو بورفيرين، وفي الاخر اللي هو بالفيروكيلاتيز ينضاف ايرون في المنتصف فيبقى الهيم، كويس. يبقى دي بطريقه الايه؟ بطريقه المصطلحات. بص بقى ما تتخضش، بطريقه الكيميكال استراكشر، ادي الجلايسين وادي الساكسينالكو ايه وادي الدلتا امينوليفولينيك اسيد، عد معايا الكربونات يا عم، ادي 1 2، ادي 1 2 3 4، ماشي. يبقى هنا متوقع نلاقي 6، كويس، ولكن بنلاقي هنا 1 2 3 4 5. فين اللي طلعت في ايه؟ في CO2. وهنا قال لك بقى يعني هو عايزين 8 مركبات، يعني هو اختصر. فاكر انت لما قلت لك هنضيف كمان ايه اللي ويبقى بي بي جي والبي بي جي مع 3 بي بي جي، فهو ايه عدلك الايه اللي ايه من الاول خالص، ففي 8 CO2 بيطلعوا، تمام. بورفو بايلينوجين البي بي جي البيلدنج بلوك
بتاعت الايه بتاعت البروفين في الاخر. تمام، طلعنا الار ان اتش 2 عشان يبقى عندنا 1 2 3 4 ان في المنتصف، وده الهيدروكسي ميثايل بايلين. انسى الاسم المركب ده، قول عليه يورو بيرفورينوجين 1 وخلاص، عشان يبقى فيه يورو بيرفورينوجين 3 بالكوسينسيز، فبقى السايكليك فورم. بص الحته دي، ادي لينير اهو، مفيش الايه لسه، ما حصلش الكومبليت لينكج ما بين الاربعه بيرول رينج. واحنا هنا بقى في كومبليت لينكج في الحته دي. بص كل الايه رينجز مع بعضها هنا اهو، قفل يا ورده، لكن هنا كانت فتحه يا ورده. كويس، ادي قفل يا ورده، كملت الورده للاخر. ادي شلنا بقى هنا سايد جروبس، هتلاحظ ان في، شايف انت الجروبس اللي هي الزياده دي، بص كل ده، بص الحاجات دي كلها بقى ايه، بقى في 1 2 3 4، ادي الاربعه ميثايل يا عم. كويس، وادي 1 2 3 كربون، ادي البروبيونايل، عد هنا 1 2 3، ادي 2 بروبيونايل. كويس، وهنا 1 2 3 1 2 3، يبقى احنا محتاجين يبقى الاربعه بروبيونايل دول يبقوا كام؟ يبقوا 2 بس، فهنشيل كمان، هنعمل ديكربوكسيليشن كمان. كويس، فيبقى عندنا 1 2، وعندنا كم ميثايل؟ 1 2 3 4، ويبقى دي ايه؟ اسيتك، او هنا عشان يبقى فيه دبل بوند يعني مع المركب، فاللي هي اسمها ايه؟ في نايل. كويس، يبقى بروبيونايل دي الحته دي كده، بروبيونايل ده اللي هي فين هنا كده، دي الميثايل. عد الميثايل هتلاقيهم 4، عد الفينايل هتلاقيهم 2، عد البروبيونايل هتلاقيهم 2، هو ده البروتو بيرفورينوجين 9. كويس، بعد كده بروتو بوفرين في اتشات، اتشات طلعت. كويس، هنا كاتب لك 4 اتش، هناك كاتب لك 6 اتش، على حسب انت هتشيل الاتشات. في ناس تقول لك الاتشات بس بتبقى من بره، في واحد بيعتبر كمان ان في اتشات هتطلع يعني من جوه الرينج ذات نفسها. ما علينا، في اوكسيديشن حصل، اتشات طلعت، بروتو بوفرين 9. في بعد كده خلاص بقى الفيروكيلاتيز، يتحط الايرن في هذا المكان بالمنظر ده، فالايرن في النص، 1 2 3 4 نيتروجين، 2 بروبيونايل، 1 2 3 4 ميثايل، و1 2 فينايل. ادي يا سيدي الايه الماتيور فورم بتاع الهيم، جاهز ان هو ينقل اكسجين من اللنج الى البريفرال، البريفرال تيشوز، وجاهز ان هو يكون بروستيك جروب في السيتوكرومز و الحاجات اللي هي انتي اوكسيدنت زي الجلوتاثيون او زي البيروكسيديزس وزي الكاتاليز. تمام، الجلوتاثيون ده ممكن يستخدم سيلينيوم، حاجه ثانيه غير الايرون. ماشي، وبالمناسبه لما انا قلت لك ان العالم الهانز اللي هو اسمه هانز فيشر خد، كان لقى ايه؟ لقى ان الهيم ده كمان نفس المركب ده، شوف برضه سبحان الله، يعني احنا قلنا الهيموجلوبين ده داخل في البروتين جلوبين تشين، وداخل في الانزيمز، وداخل في الميتابوليزم، في الميتابوليزم في ميتابوليك باتويز، وداخل في نقل الاكسجين، وكمان الاستراكشر ده شبه الكلوروفيل. ايه الكلوروفيل؟ كلوروفيل، كويس، اللي هو ايه، اللي هو الحاجات اللي هي بتاعه البلاستيدات، اللي هو البلانت بيبقى اللون بتاعه عامل ازاي، بس بدل الاير في مغنيسيوم. كويس كده، في مغنيسيوم. تمام، فيعني سبحان الله. وحتى شوف الميتابوليك باثويز، يعني شوف كل واحده من دول بتؤدي الى ايه، عشان في الاخر يبقى في ماتيور ستراكشر بالمنظر ده. يعني تعقيدات كبيره جدا، يعني اعتقد يعني صعب ان في يعني الصدفه بتاعتها يعني لا تحصل بالصدفه، قليله جدا 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 يعني. تمام، تعال بقى نشوف الريجوليشن اوف هيم سينسز، وده سهل جدا. حتى انت ممكن تقول لي لا ده انا بتلخبط فيه، لا هو ما تلخبطش فيه، لانه ماشي بتسلسل. ايه التسلسل؟ السؤال رقم واحد، ايه الريت ليميتنج انزايم اللي هو الالا سينسيز؟ كويس، مش ده بروتين؟ مش الانزيم ده بروتين؟ يبقى له اكسبريشن، وبعد كده التفاعل ده بيحصل في الميتوكوندريا، فبيبقى فيه ترانسبورت يدخل جوه الميتوكوندريا، وبعد كده يشتغل يعمل الكاتاليتيك فانكشن بتاعته زيه زي اي انزيم. يقول لك طيب هو البرودكت بتاعي ايه؟ ان في هيم، خلاص ادي الهيم ده
اللي هو المفروض الالاسنسيز او الرياكشن اللي هو لانتاجه، لما بيطلع كتير فبنقول للجسم وبنقول للخلايا انا مش عايز no longer need no longer require هيم. فالهيم ده يروح للجين ذات نفسه يعمل له انهبيشن، فعمل جين ريبريشن. كويس، شايف اسمها ايه؟ ريبريشن. حلو جدا. وبعدين ادي اللي حصل ترانسكريبشن وبقى بروتين، محتاج يروح للميتوكوندريا فيقول له كمان لا ده انت مش هتدخل جوه الميتوكوندريا، يبقى عمل انهبيشن للترانسبورت. وممكن يدخل الميتوكوندريا فيعمل له الستيريك انهبيشن فيقلل كمان الفانكشن والكاتاليتيك اكتيفيتي بتاعته. يبقى بالترتيب، عمل انهبيشن ترانسكريبشن، عمل انهبيشن ميتوكوندريال او الانترا ميتوكوندريال ترانسبورت، عمل الستيريك انهبيشن للانزيم اتسيلف. مش محتاجه يعني، سهله جدا. تمام، كويس. طيب ايه قصه الديبريشن دي بقى او دي ريبريشن؟ هو بالمناسبه عشان برضو يعني برضو حته ترمينولوجيز كده، عارف انت يقول لك ايه؟ في ديبريشن وفي ريبريشن وفي سبريشن. الديبريشن والسبريشن والريبريشن دي حاجات سايكولوجيكال ميكانيزمز، هتاخدوها في السايكولوجي. كويس. طيب الريبريشن اللي انت بتحبط حاجه بارادتك زي ما انت عملت كده ولها فايده. تمام. طب الدي ريبريشن اللي انت تعكس هذه الريبريشن لفايده ليك برضه، يعني انت هتبقى محتاج بقى ان انت خلاص محتاج الالاسنسيز ده يشتغل. تفتكر في اي سيناريوز؟ يعني اكيد لما الهيم يبقى قليل. كويس، حلو. خد عندك القصه دي، هناك ادويه زي الاسترويدز وزي الباربيتوريتس. الاسترويد ده اللي هو الكورتيزون، كورتيكوسترويدز، والباربيتوريتس دي حاجه مهدئه. تمام، حلو. هذه المركبات بتزود السنسز اوف سيتوكروم ب 450، ب 450. هتقول لي طب انا استفدت ايه؟ اقول لك هي السيتوكروم ب 450 بتطلع عشان تعمل ميتابوليزم لهذه الايه؟ لهذه الادويه. فلما انا ازود انتاج السيتوكروم ب 450 انا محتاج هيم في السنتر بتاع السيتوكروم ب 450. فبشد الهيم اللي موجود في الخلايا كلها لهذه العمليه. فيبقى كده المحصله ان الهيم بيقل، بيستهلك في انتاج السيتوكروم ب 450. يبقى كده الهيم اللي كان عامل ريبريشن للترانسكريبشن او الاكسبريشن وعامل انهبيشن للترانسبورت وعامل انهبيشن للالستيريكالي للانزيم، ما بقاش يقدر يقوم بهذه الحاجات. فيبقى انا كده عملت ايه؟ عملت دي ريبريشن، شلت الريبريشن اللي كان عامله الهيم. فالالاسنسيز يحصل له ايه؟ يحصل له ترانسكريبشن واكسبريشن ويحصل له ترانسبورت ويشتغل عادي جدا عشان يطلع لي الهيم. وبالتالي انا بحسها يعني لما تيجي انت تبص على النت ريزلت، ودي حاجه مش مكتوبه في الكتب يعني، ولكن لما تيجي تبص على النت ريزلت هو الهيم كان موجود بيستهلك في السيتوكروم ب 450، رحت انا مطلع هيم قصاده، ايه النت ريزلت؟ هل الهيم زاد؟ الكوانتيتي بتاعته زادت؟ لا، ما زادت. وانا يعني انا رجعت الكوانتيتي بتاعته. فانا بحسها هي مش نوع من الاب ريجوليشن ولا من الداون ريجوليشن، ده هو يعني كومبنساتوري ميكانيزم. درج اديته قلل الهيم فانا زودت الهيم. كويس؟ يعني ما بحسش ان هي نوع من انواع الريجوليشن، ولكنها موجوده رقم اثنين في الريجوليشن اللي هو الدي ريبريشن. كويس؟ فسؤال ام سي كيو، الهيم بيشتغل ازاي في الريجوليشن؟ ريبريشن دي ريبريشن ميكانيزم. سؤال ثاني، الهون الاهم، الهون الاهم، هل انهبيشن للجين اكسبريشن ولا الستيريك انهبيشن؟ انا هقول لك عشان اعمل جين اكسبريشن او انهبيشن لهذا للجين الالاسنسيز محتاج 10 اس ماينس 7 مول من الهيم، وعشان اعمل انهبيشن للالستيريك اكتيفيتي او الستيريك ريجوليشن للانزيم محتاج ماينس اللي هو 10 اس ماينس 5. الهون الكميه بتاعته اقل،
10 أس ماينس 7، صح ولا لا؟ يبقى إذا الهيم بكميات قليلة جدا ممكن يعمل انهبيشن للإكسبريشن، ولكن محتاج كميات أكبر عشان يعمل الستيريك انهبيشن. يبقى إذا هذه هي الموست امبورتنت ميكانيزم أوف ريجوليشن بالنسبة للهيم، اللي هو يعمل انهبيشن للجين إكسبريشن للألا سينسيز. نرجع الكلام تاني، ألا سينسيز الهيم بيعمل ريبريشن ميكانيزم، أدوية بتعمل دي ريبريشن ميكانيزم على مين؟ للألا سينسيز. السيتوكروم ب 450 داخل في الموضوع بتاع الدي ريبريشن ده. مين الموست امبورتنت انهبيشن الاكسبريشن ولا الالستيريك؟ الاكسبريشن الانهبيشن للجين اكسبريشن. كويس، القصة دي بتحصل في الهيباتوسايتس، بتحصل في الريد بلاد سيلز، الهيباتوسايت والريد بلاد سيل. جميل، ولكن بنسمي عشان يعني الالاسنسيز بقى موجود في تو اورجانز، فبيسموا يعني زيادة كده ان الليفر ده الالاسنسيز 1، الالاسنسيز 1 كويس، والريثروسايتس الالاسنسيز 2. تمام، كايزوفورم يعني، يعني هما لما يكون في انزيم موجود في تو اورجانز بيسموا لكل اورجان له الرقم بتاعه. تمام، والاثنين شغالين بنفس الميكانيزم. ماشي، تعال نكمل كده بكلينيكال كورليشن، وهقولك على حاجه زياده. الاريثروسايتس، او عشان اكون مور اكيوريت، الاريثرويد بروجينيتورز او الريد بلاد سيل بريكرسرز، جواها انزيم اسمه الا سينسيز 2. ماشي، تخيل كده لو الالا سينسيز 2 حصل له مرض، اللي هو لوس اوف فانكشن ميوتيشن، ما بقاش شغال كويس، تفتكر الهيم بايوسينسز هيحصل له ايه؟ طبعا هيحصل له انهبيشن، وبالتالي مش هيبقى فيه هيم، وبالتالي هيبقى فيه انيميا، الهيموجلوبين هيقل، وقدره الدم ان هو ينقل اكسجين او يشيل سي او 2 هتقل، فطبعا كل اعراض الانيميا هتبقى موجوده. ولكن السؤال، هل المشكله ان الايرن قليل، ولا الجسم مش عارف يستفيد من الايرن؟ الاجابه الجسم مش عارف يستفيد من الايرن، لان الميتابوليك باثوي اللي هو الريت ليميتنج انزيم بتاعه في مشكله. فساعتها هنلاقي انيميا، ولكن لما نعمل ايرن ستادي وهناخدها بالتفصيل ان شاء الله في الايرن ميتابوليزم، نلاقي ان الايرن عالي والفيرتين اللي هو مستودع الايرن عالي. فانت تستغرب، انا عندي انيميا وفي نفس الوقت انا متوقع ان ممكن تكون انيميا ناقص حديد، فلاقي ان الحديد نسبته عالية أو نورمال. قال له طب إيه السبب؟ يبقى السبب في هذه الإيه؟ الميكانيزم، إن الألاسينسيز 2 حاصل فيه مشكلة. والأنيميا دي لها اسم اللي هو سيدروبلاستيك أنيميا، والتسمية دي نتيجة إيه؟ نتيجة إن بلاقي الإريثروبلاست أو الإريثرويد بروجينيتور حوالين النوكليوس، الميتوكوندريا اللي حوالين النوكليوس فيها ترسبات من الحديد بتبان. ده انا عندي حديد كتير والميتوكوندريا مش عارفه تستفيد منه فيترسب، فيبان بالمنظر ده، بنسميها سيدروبلاست. فنسمي الانيميا بتاعتها سيدروبلاستيك انيميا، والايرن بروفايل الايرن عالي والفيراتين عالي، او ممكن يكونوا حتى نورمال يعني مش قليل، فساعتها افكر ان في سيدروبلاستيك انيميا. تمام، جميل. طب ايه هي اسباب السيدروبلاستيك انيميا؟ زي ما قلنا لوس اوف فانكشن ميوتيشن. في سبب تاني ممكن ليد بويزنينج. الليد هو اللي هو ال بي بي بلس 2 بلس اللي هو الدايفالنت، ولكن مشكلته ان هو هيفي ميتال، وده في البيزك كيمستري يعني له مشاكل كتيرة جدا جدا، المعادن الثقيلة دي. ليه؟ لأن معظم المعادن اللي بتستخدم في الميتابوليك باثويز أو حتى كوفاكتور، يعني هتلاقي مثلا الأيرن
هتلاقي مثلا الزنك كويس، فكل الحاجات دي بتبقى بسيطة. يعني مثلا هتلاقي الزنك ده 30 اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه، هتلاقي مثلا البي بي ده 80، ففي فرق 82، ففي فرق كبير جدا جدا، رغم ان الاثنين دايفالنت ثنائي التكافؤ كويس. فقصه ثنائي التكافؤ تخليه ممكن يتنافس مع الماتيريال او المينرال اللي هو ثنائي التكافؤ الخفيف اللي جوه الجسم، ولكنه عشان هو هيفي ميتال فبيبوظ علاقه هذا المركب بالمركبات الحيويه اللي عليه. يعني مثال زي مثلا مركب الهيم، الهيم ده فيه ايرن كويس، فبدل ما الفيروكيلاتيز يشد الايرن يدخله في الهيم فيشد الليد، فساعتها الهيم بقى جواه ليد بس مش قادر يمسك في اكسجين. حلو جدا. الانزيم الثاني اللي هو الدي هيدراتيز، لو تفتكر في الباثوي اللي قلنا عليه هو بيستخدم ايكو فاكتور، بيستخدم زنك، فممكن برضو يتنافس مع الزنك ويبوظ الالا دي هيدراتيز. تمام، يبقى انت كده عندك سيدروبلاستيك انيميا بتو ميكانيزمس لوس اوف فانكشن ميوتيشن للالا سينسيس 2 و2 عشان هو ده اللي موجود في الاريثرويد بروجينيتورز، واللي بيعمل انهبيشن للالا دي هيدراتيز دي كمان ميكانيزم للسيدروبلاستيك انيميا. ليد بويزنينج بيعمل انهبيشن للالا دي هيدراتيز، بيعمل انهبيشن للفيروكيلاتيز. فعشان نلخص الموضوع كانها بالظبط ميكانيزم اوف سيدروبلاستيك انيميا، وعشان تفتكرها زي ما قلنا الكيس سيناريو اللي احنا حكيناها دي، واحد يروح يعمل تحليل سي بي سي كومبليت بلاد كاونت يلاقي الهيموجلوبين بتاعه قليل، الخطوه اللي بعدها طبيعيه يعمل ايرن ستادي فمتوقع ان الايرن يكون قليل فيلاقي الايرن ممكن نورمال او ممكن كمان يبقى عالي، ده معناه ان الايرن متوفر للسيلز ولكن السيلز مش عارفه تستفيد منه. ده السؤال بقى مش عارفه تستفيد منه ليه؟ لان في حاجه عامله انهبيشن للهيم بايوسنسز، سواء كان الالاسنسز هو في مشكله اصلا جيناتيك او سواء كان ليد بويزنينج مثلا عامل انهبيشن للدي هيدراتيز او انهبيشن للفيروكيلاتيز.